حسام غويبة المدرب النادي المصري السابق ونجم النادي المصري السابق. كابتن حسام، المباراة كانت صعبة، المباراة ما كانتش بالسهلة، كل كان متسلسل المباراة، ولكن فوجئنا بأداء المنتخب الأردني خصوصا في الشوط الأول واللي ضاع منهم أكتر من هدف. طبعا تحياتي للكابتن سيف ومبروك لمصر، وانت تملي بترجعنا للذكريات الجميلة وبعقب كل مباراة لمنتخب مصر ان احنا بنحتفل من ايام ما كنا من 2006 و8 و10 لو تتذكر هنا بورسعيد. بورسعيد كنوع من الوطنية بتشارك بقلبها وبحسها وبمشاعرها مع الناس كلها وبتفرح. النهاردة بنقول مبروك لمنتخب مصر رغم ان احنا تعبنا في الشوط الاولاني وكنا على اعصابنا، وده لو اتكلمنا كده سريعا نقول برضك احنا كان في نوع من الاستهانة ولو بسيط شوية كده بفرقة المنتخب الاردني، وان احنا ما استعدناش ليها بالشكل الكافي نفسيا وإراديا، ان احنا نازلين عايزين نحقق الفرصة ونحقق النصر والنتيجة من بدري بدري. هم كان عندهم الحافز الاردن وان هم عايز بيلعب منتخب مصر الاسم والتاريخ، فعشان كده فرضوا سيطرتهم في اول 20 دقيقة. انا يعني كنت قاعد بتفرج وانا حزين اول 20 دقيقة. طبعا مش هننسى وننكر ان في بعض الاصابات اثرت بالسلب على فرقتنا، حجازي وايمن اشرف واكرم توفيق دول عناصر اساسيه اثرت في 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 حتى في تشكيله وتوليفه الفرقه كلها على بعضها. لا، مباراه كويسه جدا من منتخب مصر، لكن طبعا في سلبيات. انت دايما بيجي فيك هدف في الاول، مباراه الاردن، مباراه الجزائر، ودي نقطه مش شايفها مش نقطه ايجابيه في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها، لكن طبعا وارد ان يكون في سلبيات حتى لو صغيره ان شاء الله تتعالج في الفتره الجايه. لكن طبعا في ايجابيات كتيره جدا. الراجل ده خدنا في مكانه ثانيه، خدنا مع وجوه جديده ظهرت في المنتخب من اول عمر مرموش ما كانش حد يعرف عنه حاجه خالص، ولا حد يمكن كنا ممكن ما نعرفش حتى شكله. الراجل جابه ولعبه واثبت وجوده النهارده، مروان حمدي، مروان داوود، احمد رفعت. مع احترامنا لكل الناس اللي مسكت منتخب مصر الفتره اللي فاتت او اللي كانت هتمسك، انا شايف ان كروش هو الوحيد اللي ادى الفرصه للعيبه دي. فدي من بالنسبه لنا في البطوله العربيه اللي انا بتفرج عليها دي اهم المكاسب عندي. نفسي ناخد البطوله، نفسي نعمل نتائج كبيره جدا، وخصوصا ان الحمد لله قدرت تكسب الجزائر او تتعادل مع الجزائر النهارده، وكمان بتكسب الاردن. نفسي تاخد البطوله، تعدي المراحل كلها اللي جايه، نفسنا نتاهل لكاس العالم. لكن انا بتكلم في الفتره دي بالتحديد، لا، الوجوه الجديده اللي بتظهر دي اهم مكاسب لمنتخب مصر كلها. دايما ما تبقاش انت رد الفعل، دايما ما يجيش فيك الجون الاول وبعد كده تبدا تدور على التعادل. العب على المكسب من اول، لكن لازم دايما تكون مامن نفسك في دفاعاتك. يعني اتمنى ان اللي حصل في مباراه الجزائر ومباراه الاردن ان احنا يجي فينا هدف وبعد كده نبدا ندور على هدف التعادل، ده ما يحصلش في مباراه تونس. لو ده حصل والمباراه كانت ايكوال ما بيننا وما بينهم طول الشوط الاول او الثاني، ما يجيش